طيب هذا بخاطري انا عمك والله ما اخليه معجب ليه تقلد نايف حمدان قلد هل العبارة هذه تضايقك؟ اول شيء امسي بالخير على نايف حمدان ابو عمر. وشوف لما احد يقلدك او يقول لك انك فيك من فلان او تقلد فلان او يشبك فلان زي نايف حمدان فهو شرف يعني شيء رجال ونعم. لا ما عندك شخصيه لك انت. خليني بعلمك اول شيء العباره ذي سمعتها يمكن في البدايه والان ما اسمعها. انا ردي كنت اقرا انا قرات كتاب هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب في ثاني ابتدائي او ثالث ابتدائي فلا كنت اقرا حتى كان اخواني كنت اقرا في شيء يعني قديم ما يفيدك في السوق فاردي كنت اقرا انا ولا توقعت 1% اني بطلع اقول قصه كلش فهمت. نايف حمدان ترى تابعه كان عنده 5000 الان عنده يمكن اكثر من مليون ما شاء الله. فقلت قصه بالصدفه ومشت ولقيت قبول. ونايف حمدان ومعجب او ايا كان اي واحد يقول قصص فهم دائما يقولون نايف حمدان انه على راس الهرم ويستاهل والله بحمدان يستاهل والله بعمر. لكن العبارة ذي ما سمعتها يعني في البدايات فقط طبيعي يعني جدا. ضايق ولا ما ضايق؟ لا لا ما ضايق عادي ابدا. اي والله الموت